طيب ايش بنعمل من الزيتون؟ ناكله. برافو عليك. ايش كمان؟ وبنعصره. ايش كمان؟ في كمان حاجه مهمه بنصنع منه الزيت. الصابونه. رهف برافو عليك. انتوا عارفين ان شجر الزيتون هذا ذكر في القران؟ طيب ربنا اقسم في الزيتون عشانه اغلى اشي. ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سنين. صدق الله العظيم. وهذا قسم، يعني ربنا بيحلف بحاجه غاليه. يعتبر الزيتون اشي غالي عند ربنا. وغير هيك الزيتون هذا موجود، الزيتون هذا موجود في بلادنا من ايام جدودنا، من زمان من زمان. واكبر دليل على وجودنا في الارض هذه الزيتون. من زمان كان جدودنا الكبار خالص يقطوا، برضو كانوا يقطفوا الزيتون ويعملوا منه الزيت ويصنعوا منه الصابون. وهذا يعتبر من التراث الفلسطيني النا.